اهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اخر اخبار لم الشمل في هولندا. الحكومة الهولندية زي ما قلنا في شهر 8 اللي فات كانت قالت اي لاجئ بعد ما ياخد الاقامة مش هيقدر يلم شمل اولاده وزوجته مباشرة، ولكن لازم ينتظر او لازم تنتظر 15 شهر لحد ما يلاقي بيت وبعدها يقدر يجيب اولاده. لو لقى البيت قبل ما ال 15 شهر يفوتوا يقدر يجيب اولاده عادي، لو ما لقاش بيت وفاتوا ال 15 شهر يقدر الاولاد يجوا حتى لو ما فيش بيت. على اي حال القرار ده عمل مشاكل كبيرة جدا، وزي ما قلنا لحد نهاية السنة اللي فاتت 2022 في شهر 12 كان في 5 لاجئين رفعوا قضايا ان هم المفروض دايرة التجنيس والهجرة الهولندية قالت لهم انتوا مش هتقدروا تاخدوا لم شمل حاليا وهيطبق عليكم قرار ال 15 شهر. القرار ده دخل حيز التنفيذ من 1/10/2022. قالت لهم دايرة التجنيس والهجرة الهولندية الاي ان دي انتوا مش هتاخدوا لم شمل دلوقتي وهتنتظروا 15 شهر لان احنا بنطبق القرار ده حاليا على اي حد ياخد اقامة. الناس دول الخمسة راحوا المحكمة واخدوا من محاكم مختلفة قرارات ان هم ليهم حق لم الشمل ولا ينتظروا، عكس كلام الحكومة وعكس كلام دايرة التجنيس والهجرة الهولندية. وزارة الأمن والعدل الهولندية متمثلة في سكرتير الدولة لشؤون اللاجئين إريك فاندربورغ راحوا المجلس الدولة يشتكوا القرارات ديت ويطلبوا من مجلس الدولة اللي هو أعلى سلطة قضائية وقانونية في هولندا، بيقولوا لو سمحت عطلنا اللاجئين دول وما تخليهمش يلموا لم الشمل مباشرة وتخليهم ينتظروا. على أي حال الحكومة الهولندية وعلى رأسها سكرتير الدولة لشؤون اللاجئين امبارح أرسل خطاب للبرلمان الهولندي بيقول فيه إن احنا خلاص سحبنا قرار لم الشمل، سحبنا قرار تأخير لم الشمل، يعني الناس اللي هتيجي تقدم لجوء من جديد وياخدوا إقامة لجوء مش هينطبق عليه قرار ال 15 شهر، ولكن القرار ده بتاع إن اللاجئ يقدر يلم شمله مباشرة يصلح فقط للناس اللي بتقدم لجوء بداية من امبارح ومش قبل كده. طيب بالنسبة للناس اللي اتطبق عليهم القرار من 1/10 لحد امبارح 1/10/2022 دخل القرار بتاع تأخير لم الشمل ده حيز التنفيذ. الناس اللي ما بين 1/10 وامبارح لحد ما سكرتير الدولة كتب الخطاب ده للبرلمان الهولندي، ايه مصيرهم؟ دول حوالي 1500 لاجئ اتطبق عليهم قرار تأخير لم الشمل لا يصلح ليهم القرار بتاع امبارح، بمعنى ال 1500 دول هيفضلوا منتظرين زي ما هم ال 15 شهر. المجلس الهولندي لشؤون اللاجئين الفي في ان اللي موجود داخل كل مركز طلب لجوء قال يا جماعة الكلام ده غير منطقي وغير معقول، طبقوا القرار بتاع سكرتير الدولة امبارح اللي هو خلاص ما عادش في تأخير لم شمل، طبقوه بأثر رجعي عشان كمان يشمل ال 1500 لاجئ اللي متطبق عليهم 15 شهر، ولكن سكرتير الدولة لشؤون اللاجئين مصر ان يتم تطبيق قرار ال 15 شهر على الناس اللي هم ال 1500 من 1/10 لحد امبارح، واي لاجئ هيقدم لجوء من امبارح وياخد اقامه بقى النهارده بكره بعده والشهور اللي جايه عادي يلم شمل من غير ما ينتظر 15 شهر. خلينا نشوف مجلس الدوله حاليا في الوقت اللي احنا بنصور فيه الفيديو ده بينظر القضيه بتاعه تاخير لم الشمل، هل موضوع تاخير لم الشمل 15 شهر ده اصلا قانوني ولا لا، وهيصدر القرار بتاعه زي ما قلنا في خلال 3 4 اسابيع يعني على بدايه الشهر الثاني. دلوقتي الناس لو انت بتتفرج عليا وانت من ال 1500 اللي هيطبق عليهم 15 شهر تاخير لم الشمل تعمل ايه؟ تروح بكل بساطه تتكلم مع المحامي بتاعك وتطلب منه ان هو يرفع لك قضيه عشان تطالب انت كمان بحق لم الشمل، لان كده يا جماعه عاجلا او اجلا حتى ال 1500 دول هيشملهم القرار. دي الحصاد والنتيجه بتاعت الفيديوهات اللي فاتت كلها لما نشرنا فيديوهات قبل كده وقلنا يا جماعه خلاص القرار هيجي عاجلا ام اجلا، وادي القرار جه والحكومه سحبت قرار تاخير لم الشمل، اي لاجئ هيجي على هولندا ياخد الاقامه يدخل مباشره في اجراءات لم الشمل. طب ليه الحكومه رجعت في كلامها؟ الحكومه هتحل الموضوع ازاي؟ ما تنساش ازمه السكن لسه موجوده، ما تنساش يوم 1/2 اللي جاي، يعني احنا النهارده اهوت 12/1/2023، يوم 1/2 اللي جاي هيدخل القانون بتاع اجبار البلديات ان هي تستقبل اللاجئين حيز التنفيذ. معناته الحكومه الهولنديه دلوقتي استغنت عن موضوع تاخير لم الشمل كان الهدف منه ان ما تخليش الاسر تيجي على هولندا عشان ما يحصلش تكدس اكتر ما هو حاصل اصلا. طب الحكومه دلوقتي فتحت لم الشمل تاني، هتتجنب التكدس ازاي؟ ان هي بدايه من يوم 1/2/2023 هتبدا تجبر البلديات ان هي تستقبل لاجئين. ما تنساش كل البلديات اللي بتستقبل لاجئين في هولندا اجمالي البلديات في هولندا
344 159 بلدية بس اللي بيستقبلوا لاجئين، وباقي البلديات من ال 344 لا يستقبلون لاجئين على الأقل من 10 سنين فاتت. فتخيل لو سكرتير الدولة لشؤون اللاجئين بحسب كلامه بيقول لك هنوزع على كل بلدية فيها 10,000 ساكن 33 لاجئ، لو فيها 20,000 ساكن ياخدوا 66 لاجئ، وبكده هنحل المشكلة. وده يفسر لك ليه الحكومة الهولندية استغنت عن موضوع تأخير لم الشمل، على الرغم ان هو هيجيب لهم ناس اكتر واكتر، ومئات الاشخاص اللي منتظرين في دول تانية عشان ييجوا ويتلم شملهم مع اهاليهم هنا في هولندا. الحكومة هتحل الموضوع وتعتمد بشكل اساسي على اجبار البلديات لحد قبل 1/2 اللي جاي. اي بلدية حرة تقدر تقول انا هاخد لاجئين او مش هاخدهم، اسكن لاجئين او ما اسكنش، اخد 10 او 20 او 15. لا، الكلام ده من يوم 1/2 بحسب القانون الجديد. سكرتير الدولة لشؤون اللاجئين يقدر يبص ويشوف أني بلدية ما بتستقبلش لاجئين، ويشوف في عجز فين في الكامبات في الأماكن، وياخد من اللاجئين دول ويوزع على البلديات ديت. ألف مبروك لكل الناس اللي بتقدم لجوء من جديد، انتوا هتقدروا تلموا الشمل من غير ما تنتظروا 15 شهر. وبالنسبة لل 1500 عاجلا أم آجلا هيصدر قرار في حقكم انتوا كمان. النهاردة مجلس الدولة بينظر الموضوع بتاعكم، والقرار هيصدر زي ما قلنا على بداية الشهر الثاني. أكيد هنوفيكم بآخر الأخبار. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير، اشترك في القناة وتفعل الجرس. سلام عليكم.